متابعونا متابع في الجول، اهلا بيكم في حوار جديد. وضيفنا النهارده هو بطل موقعة الحسم لدوري كرة الطائرة للعام الثاني على التوالي، كابتن محمد مصطفى نعبة. اهلا بيك. اهلا بحضرتك، نورنا اولا في الجول، ومبروك دوري كرة الطائرة للموسم الثاني على التوالي. الله يبارك فيك، والحمد لله يعني على كرم ربنا. الحمد لله. التتويج بلقب الدوري للمرة الثانية على التوالي ده حاجة بتحصل في الزمالك من لأول مرة من سنة 97 و98. ايه اللي حصل خلى الكرة الطائرة في الزمالك تزدهر في اخر سنتين بعد سنوات من السيطرة الاهلوية يعني على البطولات؟ بصوا، السنة اللي فاتت كنا برضو بنمر في الاول بظروف صعبة جدا، خسرنا خسارات يعني مستويات اقل مننا بكتير، كان في دروب جامد، وقفنا مع بعض، المجلس الادارة دعمنا باتنين محترفين، قدرنا نجمع ما بين الدوري والكاس. كنا المفروض نبني على الكلام ده طبعا السنه دي، بس حصل برضو ظروف في النادي وما قدرش ان احنا نجيب المحترفين اللي هم اللي قدروا ان احنا يكسبوا معانا يعني في الثنائيه بتاعت السنه اللي فاتت. كملنا محليين. الفوز السنه دي ليه طعم خاص خالص يعني بجد، يعني اللي هو كل الناس كانت على طول مشككه، ما فيش محترفين، انت هتخسر كده كده من الاهلي، فرقتك اقل منهم كتير، السكواد بتاعك اقل، الناس هناك منتخب مصر كلهم ال 14 لعيب كبار وصغيرين وكل حاجه، انت عندك يا دوبك 6-7 لعيبه، طبعا كلهم طبعا اسماء كبيره وكل حاجه، بس يعني الجاهزيه كان من اول السيزون ما كانش على اكمل وجه، فصفصفت على 7-8 لعيبه. الكويس في الموضوع ان احنا وقفنا يعني وقفه رجل واحد زي ما بيقولوا، احنا هنكسب يعني هنكسب ان شاء الله يعني طبعا، بس اللي هو احنا كان قلبنا على قلب بعض بجد، الناس بدون مبالغه ما حدش قصر خالص، اللي ما بيلعبش قبل اللي بيلعب، الناس التزمت في التمرين، التزموا في كل حاجه مع قله الامكانيات جدا. اتحدى اي فرقه في مصر تقدر تستحمل الضغوطات ماديا او عدم تدعيم او اي حاجه من دي، ضغوط جماهيري طبعا، انت بتلعب في نادي كبير وباسم كبير وجماهيره كبيره، كل ماتش انت بتلعب عليه ولازم تكسبه، اهلي بقى ايا كان اللي قدامك انت لازم تكسب. كابتن لعبة، هاخد من كلامك واشوف كده مع بعض الارقام، بتقول فعلا السنه دي ان الاهلي كسب الزمالك 5 مرات في مختلف البطولات في الموسم، ويجي في الماتشين الحاسمين اللي بيحددوا لقب الدوري الزمالك بيتاخر بشوط في اول مباراه، ثم العوده بقى الرائعه للزمالك والفوز في المباراتين والتتويج بالدوري. ايه اللي حصل خلال الفترة دي خلى الاهلي يكون هو المتفوق في البداية وفي النهاية يكون الحسم للزمالك؟ ما اللعيبة هي، هل قائمة الزمالك اتقل من الاهلي؟ ما اعتقدش. طب ازاي، ايه اللي حصل وخلى ان الزمالك يفوز في النهاية على الاهلي؟ والله احنا احنا كنا عارفين ان احنا هنلعب بعض كتير قوي من اول السنة، وكنا محددين الهدف، هدفنا انت عايز تكسب ماتشات، عدد كتير من الماتشات اللي عايز تاخد البطوله، احنا عشان احنا ما معناش محترفين وفي قله امكانيات شويه، كنا احنا بناخد عليهم في الماتشات، يعني احنا كنا تقريبا قعدنا شهرين لعبناهم 4 مرات تقريبا، او شهر ونص لعبناهم 4 مرات، كنا بنقابل بعض كتير، ذاكرنا كويس قوي الفرقه اللي قدامنا، عرفنا نقط القوه ونقط الضعف، قعدنا نشتغل عليها، غير طبعا بعد اعتذار كابتن شريف عن تكمله المهمه بتاعته في التدريب ومسك كابتن عاشور، يعني كابتن عاشور كان بالنسبه لي اكتر من هو مدرب، هو معالج نفسي. اللعيبه ما بتقبضش، في مشاكل فعلا كبيره جدا جدا جدا، ما فيش فلوس حتى معسكرات ولا اي حاجه من دي، بنروح على الماتش والموضوع صعب جدا، فكل الضغوط دوت ولد عندنا طاقة إيجابية مش طاقة سلبية، احنا ما حدش فينا رمى الفوطة، كلنا اشتغلنا لحد آخر نفس، ما حدش خلاص سأل في وقت من الأوقات قبل الماتشات، قبل السيمي فاينال بالظبط بتاع الدوري والكاس، ما حدش سأل على فلوس أو ولا على معسكر ولا على أي حاجة من دي، احنا عايزين نكسب بس. السنة اللي فاتت كان لقب الدوري جاي بعد سنين من الغياب، لكن السنة دي جاي بعد ما تقال ان السنة اللي فاتت كان السر في التفوق بيرجع للمحترفين جواو ويوسفاني وان الاهلي اتفاجئ بيهم، فهو ده اللي رجح كفة الزمالك. المرة دي جاي والزمالك بيلعب محترف واحد وما بيلعبش اساسي كمان، فانهي اغلى بالنسبة ليك، لقب الدوري السنة اللي فاتت ولا لا؟ بالنسبة لي انا بصراحة يعني لا، السنة دي
السنة دي فعلا تعبت جامد بصراحة، وكلنا اشتغلنا على نفسنا جامد. مش عايز اقولك ان انا واحد من ضمن الفرق كنت تقريبا بتمرن 3 تمارين في اليوم، كنت بنزل الساعة 11 الصبح ارجع 10 بالليل، وكل دوت انا بتمرن وبحاول ان انا اشتغل على نفسي وبحاول ان انا اطور. ده اخرة التعب، ده مش انا لوحدي، زمايلي كلهم طبعا كل واحد اجتهد في حتته، كل واحد اجتهد على قد ما بيقدر، لكن انا بالنسبة لي ده الدوري الاغلى في حياتي اصلا، مش في السنة اللي فاتت بس. بالحديث عن معاناة اللاعبين والظروف اللي بيمر بيها الفريق، ايه حقيقة ان انتوا كلاعيبة اللي طلبتوا الانسحاب من البطولة العربية بسبب غياب المحترفين؟ هل ده حقيقي ولا لا؟ هو مش عشان خاطر غياب المحترفين، احنا عشان نعرف نقفل على نفسنا. انت لسه كنت خسران بطولة سوبر من الاهلي راكب، كنا لازم يبقى في وقفة حتى لو انت مش هتخش بطولة. معلش يعني احنا كان هدفنا الاول او الاكبر هو الدوري وبطولة افريقيا، يعني ده كان هدفنا كده، فكان احنا لازم نشتغل على الهدف الاكبر بالنسبة لنا اللي هو كان الدوري العام. قلنا ان احنا نقفل على نفسنا ونركز كويس، وكل واحد يرجع مستواه تاني ونتمرن كويس ونشوف الحاجات اللي احنا وحشين فيها نبتدي ان احنا نشتغل عليها لحد ما ربنا كرمنا في الاخر. اخر 5 بطولات محلية الزمالك اخذ 4 منها، 2 دوري و2 كاس. شايف ان الزمالك كمان يقدر يفوز بلقب الكاس بتاع السنة دي يبقى 6 او 5 من 6 ولا صعب قوي لان خلاص بقى الاهلي المرة دي هيخش وهو واخد حذره اكتر؟ لا ما فيش حاجة صعبة، هما احنا زينا زيهم بالظبط، يمكن احنا عندنا دوافع اكبر. الناس هناك بقى لهم سنين اصلا بتكسب، متوفر لهم كل حاجة تقريبا، انت بتلعب تحت ضغط كبير جدا ومطالب ان انت تكسب، وبصراحة اللعبة رجالة، واحنا كنا بنثبت بس كلمة واحدة ان احنا محترفين، من غير محترفين نقدر نكسب. سؤال كمان في بطولة الدوري ونظام البيستو 3، شايف ان هو النظام عادل ان انت يعني بتخسر كل ماتشاتك في الدوري وتيجي بقى في المراحل يعني فريق يكسب الفريق التاني على مدار الموسم 5 ماتشات ويخسر اخر ماتشين فيخسر الدوري، هل بتشوف ان هو ده بيكون افضل للفريق علشان يعرف مشاكله فين، ولا الافضل ان هو يكون بنظام الدوري وتجميع النقاط واللي بياخد نقط اكتر هو اللي يحسم اللقب؟ لا هو بالنسبه لالعاب الصالات اصلا يعني العالم كله اصلا شغال بالبلاي اوفس، لكن الموضوع اللي هو ان احنا نجمع النقط وكده ده كان في الكوره، لكن الدنيا كلها شغاله ان احنا تلعب بيست اوف 3 او بيست اوف 5. كل اللي هم يعني الاهلي لما كسب كان كلها مراحل ترتيبيه، يعني ما كانش ليها اي طبعا ما كانش ليها اي لازمه خالص، كان كلها ان انت هو اول انت تاني انت اول هو تاني، مش هتفرق كتير، احنا الاثنين في نفس الحته. هل ده النظام حلو يعني في الاخر بتلعب اغلب ماتشات الموسم وهي ملهاش لازمه؟ ايه المتعه في كده؟ هي مش ملهاش لازمه، هو انت لازم مثلا تبقى في المراحل الترتيبيه مثلا من اللي هو من 1 ل8 لازم تبقى في التوب 4 عشان انت تلعب اللي تحتيك الاربعه اللي تحتيك، بدل ما تفضل تخسر وتلعب مثلا تصطدم مثلا بالاهلي في ان انت لسه ما لعبتش مثلا في دور الثمانية اصلا، ممكن تطلع او هو ممكن هو يطلع، زي ما حصل السنه اللي فاتت بالظبط لعبناهم في السيمي فاينال، هم اخذوا ثالث احنا خدنا اول، كان خسران مننا كان هيبقى بعيد قوي، مش هيبقى الثاني هيبقى الثالث. كلمني عن مشاكل الفريق بقى، يعني اكتر من تصريح ان لعبت الطايره بتاعت الزمالك واجهت مشاكل صعبه جدا، ايه المشاكل اللي واجهتكم بقى السنه دي وتغلبتوا عليها ازاي، يعني سواء داخل الملعب او خارج الملعب؟ بص هو مشاكل الفرقه كلها كانت تقريبا يعني 90% منهم ماديه، اللعيبه ما بتقبضش ماديا ان المحترفين مشوا لان دول ما لهمش ذنب اصلا، هو اللعيبه محترف عايزه تاخد فلوس وتلعب وخلاص. ماديا في معسكرات، ماديا في لبس، ماديا في اتوبيس، ده بالنسبه حتى الاوتوبيس مش متوفر. ما كان الوضع كان صعب بصراحه، كان النادي كان في ازمه جامده، وكل واحد بيبقى عليه مسؤوليات بره اصلا اللعب وبره الرياضه، فدي بتخلي الواحد طبعا مش قادر يركز 100% في شغله يعني اللي هو في الرياضه، لكن احنا في وقت بصراحه بيبقى بنفصل الكلام دوت، يعني الكلام دوت ممكن يبقى في نص السيزون مثلا وانت عارف ان انت قادر تكسب برده والدنيا بتعدي وكل حاجه، بس احنا كنا متعهدين ان احنا نفضل ماسكين نفسنا لحد الاخر لحد ما نلعب الاهلي في الاخر ما نخسرش اي حاجه ولا اي فرقه، مع ان كان معظم الفرقه كانت بتنزل بتبقى طمعانه وعايزه تكسب وعايزه تطلع الزمالك، وهم شايفينك ضعيف او شايفينك ان انت ممكن تخسر بسهوله، لكن الحقيقه اول ما بيصطدموا بالواقع احنا بنكسب يعني.
الأخبار بتقول إن لعبة قدم طلب لفسخ عقده في شهر ديسمبر من الزمالك، هل الموضوع اتحل ولا تأجل فقط لنهاية الموسم؟ لا هو اتحل وقت، يعني في الوقت في يعني في شهر ديسمبر أخدت مستحقاتي لحد شهر ديسمبر وبعدها ما أخدناش. بس يعني استكمالا للسؤال، عقد لعبة كان سنتين مع الزمالك بعد الانضمام من الاتحاد السكندري السنة اللي فاتت والسنة دي، يعني كده انت فاضل لك نهائي كاس مصر بس مع الزمالك، هل بدأت مفاوضات التجديد معاك ولا لسه محدش اتكلم؟ لا بصراحة محدش اتكلم معايا لسه، محدش لسه فاتحني في او قاعدة رسمية يعني اللي هو قاعدة تجديد، لا محدش بصراحة اتكلم معايا لسه. نيتك انت ايه، او انت اللي هيريحك هيكون ايه، انك تكمل ولا ان انت تشوف مكان تاني ولا؟ والله يعني بص احنا لعيبة محترفة تمام، فدي بتبقى اوفر، فانت ممكن يجيلك مثلا 10 جنيه بره وممكن يجي لك 20 جنيه جوه، فانت هتختار طبعا 20 جنيه، لكن في حاجة اسمها راحة نفسية تمام. انا بالنسبة لي انا يعني الراحة النفسية عندي رقم واحد، لو انا مش مرتاح نفسيا لو هتديني فلوس الدنيا انا مش هعرف ادي. انا مرتاح في الزمالك رغم الضغوط رغم الازمات، لكن انا مش هكدب عليك كل واحد بيبقى محتاج طبعا يأمن نفسه ماديا طبعا، بس مادية. انا عايز اعرف انت ازاي يعني برضو مرتاح نفسيا في الزمالك، جاية منين الراحة النفسية دي جاية؟ وانت مثلا ما بتاخدش فلوسك انت دلوقتي، وده سؤال مش هجوم على الزمالك، ده كده اشادة ان هو انت لعبت في الزمالك ولعبت في الاهلي ولعبت في الاتحاد السكندري. مظبوط. من كلامك واضح ان اكتر فريق ارتحت فيه الزمالك. مظبوط. ايه بقى وانت ده بتهيالي اكتر فريق ما كنتش بتاخد فيه فلوسك بانتظام؟ بص عشان هو الموضوع مش فلوس بس، يعني انت عشان تقدم مستوى عامة يظهر للناس بالمنظر دوت، الموضوع مش ان انا بقبض، انا مش شغال في بنك فان هو انا كل شهر لازم اقبض ولازم الرياضة طبعا كلها فلوس ولازم التطوير كله بالمادي، لكن زمايلي انا مرتاح معاهم، لو في عندك مشكلة لو في عندك حاجة لا الناس بتقف جنبي، لو انا تعبان اقدر ان انا اريح، لكن بصراحه الكلام ده كانش بيحصل في الانديه الثانيه. يعني ايه سر لقب لعبه؟ سر لقب لعبه، انا اصلا ما كنتش بلعب في مركز أربعة، انا اصلا كنت بلعب بلاي ميكر بصير، وكنت بصير منتخب الناشئين، فكان كابتن شريف كان هو اللي كان ماسكنا في المنتخب، كابتن شريف الشميرلي كان هو اللي ماسكنا في المنتخب الناشئين، وراجل كان شايف فيا ان انا بضرب كويس او ضارب كويس، فحولني لأوبزيت اللي هو في مركز 2، وبعد كده انا قام جاي محولني في مركز 4، فتقريبا لعبت كل الالعاب في بتاعه البولي او كل المراكز بتاعه البولي، فمن هنا طلعت عليا كده. طب واحلى هتاف بقى جمهور الزمالك بيقولوا لك ايه على اللعبه دي؟ اللعبه ملك اللعبه. اللعبه ملك اللعبه. تمام. جمهور الزمالك بقى بيعتبرك تميمة الحظ بما انك جبت نقطة الفوز بالدوري السنة اللي فاتت، وبرضو السنة دي في المباراة الأولى كنت انت صاحب نقطة الفوز بالمباراة، بتعتقدش لعيبة كتير بيكونوا عندهم التركيز الكافي في النقاط الحاسمة دي ان هم دايما اللي يكونوا أصحاب التوقيع فيها يعني؟ والله هو ده بالنسبة لي أنا بتحمل المسؤولية، ناس ساعات ببقى شايفة في الملعب متعلقة فيا، انت لازم انت اللي هتخلص، مبقاش قدامي ان انا غير ان انا اعمل كده فعلا، طبعا كله بتوفيق ربنا وكله يعني ممكن انزل بونت واحد في السنه كلها اجيب الدوري، ده بيبقى نتيجه لشغل الشهور اللي فاتت دي كلها، ممكن تنزل بونت واحد تخلص على كل حاجه وتاخد الدوري وتاخد الكاس وتاخد كل حاجه في كل، سبحان الله يعني هو في كل بطوله فعلا كان نصيبي كده، بس ده توفيق من عند ربنا يعني. شايف في لاعب معين في الزمالك السنه دي بتعتبره مفاجاه الموسم واللي كان عمل فارق ليكوا ايجابي؟ طبعا هو ياسين، يعني ياسين لعيب صغير بصراحه عمل فرق كبير في الفرقه، احتويناه، موهبه لسه صعبه محتاجه ان نادي الزمالك يهتم بيها كويس جدا، واتمنى الناس تهتم بيه لان هو فعلا هيبقى بصير رقم واحد في مصر اللي مدة 10-15 سنة قدام. بعد الفوز بالدوري موسمين متتاليين، شايف ان الزمالك حاليا بقى مؤهل ان هو يرجع لقب افريقيا تاني الغائب من سنين؟ طبعا يعني هو مفيش، انا زي ما بقولك مفيش حاجة بعيدة ومفيش حاجة صعبة، واحنا اللعبة محترفة واللعبة كبيرة واللعبة ليها اسماء زينا زي اي حد قدام،
قدامنا، سواء لو هتتكلم على المستوى الافريقي يعني، سواء الاهلي او الترجي دول اقوى فرقتين مع الزمالك طبعا، وبالشغل وبالتعب وبالتركيز هتقدر تعمل كل حاجه يعني. منتخب مصر من 2008 مثلا ل 2012 او حاجه على ما اذكر، كنا وصلنا لمرحله ان احنا بقينا دائمي المشاركه في الدوري العالمي، وبقينا بنحقق انتصارات وبقينا لينا ترتيب كويس عالميا، ولكن ابتعدنا في الفتره الاخيره جدا يعني عن الساحه العالميه حتى الافريقيه. يمكن شايف المستقبل في منتخب مصر عامل ازاي في الاحداث المقبله؟ هل بدأنا نعود للطريق الصحيح ولا لسه في مرحلة البناء؟ عرفنا يعني اللي بيحصل. المنتخب محتاج الناس تهتم شوية بيه بصراحة. عندك شباب صغيرين بصراحة كويسين جدا، سواء في الناشئين أو في الشباب. تدعمات لازم تبقى للمنتخب الأول بصورة دائمة، طول ما هم نفس الـ 12 أو نفس الـ 14 اللي خلاص الناس كلها بتحفظهم، والناس كلها بتبقى عارفة احنا بنعمل ايه أو بنسوي ايه. فقعدنا احنا 10 سنين تقريبا بنكسب كل حاجه بسبب ان كان في اللعيبه كبيره يعني وكل حاجه، لكن لازم يبقى في تجديد دماء يعني، عشان خاطر ان اجيال بتسلم اجيال، ما تجيش مره واحده الجيل كله يعمل ستوب للعب ما تلاقيش حد تلعب بيه، وده اللي حصل بالظبط. كابتن اللعبه يا ملك اللعبه، شكرا جدا، نورتنا، وبالتوفيق دايما يا رب سواء مع الزمالك او مع منتخب مصر، وان شاء الله تكون دايما معانا على في الجول بعد كل بطوله تاخدها ان شاء الله باذن الله. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا.